ازيك يا رامي؟ عامل ايه؟ ايمن ساب البيت ونازل يقعد معاك، يا نهار ابيض. وحش يا عمر حبيبي، فلازم انزل اقعد معاه. وبعدين مش المكان مش خايف يا عم؟ بعيد هنا. قلبك ميت انت برضو عيب. لا انا اللي قلبي ميت، انا انت مين اللي قلبك اساسيته؟ ميت. خلص عليك كده يا رامي، خلاص. ها لا ايمن حبيبنا والله، يعني ربنا يعني يكرمه طبعا والله. وجود ايمن معانا طبعا هو شرف كبير لينا، وكمان وجودك معانا شرف كبير لينا، وبالتالي ده انا بنتهز الفرصه انك موجود معانا وايمن موجود معانا علشان اكيد يعني تقول له كلمه وهو موجود ده في البدايه. لا ايمن معانا من واحنا في الناشئين، يعني انا كنت فاكر ايمن يعني علاقه بابا ايمن وبابايا علاقه كويسه جدا مع بعض، يعني احنا من الناشئين. عارف فاكر انت زمان لما كنا بنلعب دورات الصيد، والدورات دي كان دايما الابهات مع بعض ويتجمعوا مع بعض، فوالد ايمن ووالدي يعني على علاقه كويسه ببعض. يعني حتى انا عارف ايمن من واحنا عندنا مثلا 10 سنين 11 سنه مع بعض، ده حقيقي. فانت لما بتكبر بتلاقي مثلا التعامل ما بيننا بيبقى اسهل. ليه؟ لان انت شايفه من زمان وعارفه وشخصيته معروفه، فانت ما بتلاقيش في صعوبه في انك تفهم في الشخص اللي قدامك لان انت بتبقى عارفه اوريدي. فانت تحس ان احنا كلنا يعني ما فيش خلافات بيننا، ما حدش بيتضايق من حد. في ممكن تنشنة ملعب بتبقى ده طبيعي بين اي اثنين او اي حاجه، بس ما يعني بتخلص بسرعه، فاهم قصدي؟ فلا ده ايمن حقيقي. من الشخصيات المحترمه ومن الشخصيات اللي احنا بنحبها في النادي وبنحب ننظر معاها، وبالعكس يعني، وشاف كتير بصراحه ايام صعبه في حياته، فربنا بيكرمه وبيعوضه عنها، وربنا يعوضنا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن رامي شكل التمرين اللي بتتمرنه في البيت في الوقت الحالي، انا عارف ان يعني مفيش تدريبات واخدين اجازه، لكن رامي ربيعه من اللعيبه اللي بتحرص دايما ان يكون ليه في برنامج، حتى لو النادي فرض عليه برنامج بيكون فيه شويه زياده كده من رامي ربيعه على نفسه علشان يعني يعوض شويه الفتره الاخيره والفتره اللي كان مصاب فيها وبعيد عن الملاعب. لا انت عارف الفترة دي كل واحد لما بيحبش يسيب نفسه، يعني انت عندك ماتشات مهمة لما ترجع، يعني احنا نتمنى برضو ان الدنيا تهدى، ونتمنى ان الفيروس اللي موجود ده يعني إن شاء يتم الله. القضاء عليه، يعني كلنا يعني حالنا متعطل وكلنا قلقانين وكلنا خايفين، فانت بتفكر ان انت بعد كده يعني انت بتاخد بالاسباب، يعني انت بتعمل، يعني الكلمه دي كنت باخدها من والدك كابتن ربيع ياسين، ان انت بتعمل اللي عليك وبتاخد بالاسباب يعني. فهو علمني الحته دي من زمان واحنا صغيرين لما كان ماسكنا في منتخب الشباب، فانا بعمل اللي عليا وبسيب بقى على ربنا، يعني الاحداث هديت، الاحداث مكمله، انا بتمرن وبعمل اللي عليا بحيث ان احنا لما نرجع في ماتشات مهمه حاططها في دماغي، واحنا كلنا عاملين موسم كويس، كل اللعيبه مش انا بس، كل اللعيبه عامله موسم كويس ومؤدين بشكل مميز، فاحنا مش عايزين ان احنا لما نرجع يعني ان شاء الله يعني الدنيا تهدى نبقى راجعين وحاسس ان انت يعني مستواك قل او اللياقه بتاعتك قلت، فكل واحد بيبقى حاطط في دماغه ان هو لازم يبقى راجع حاسس ان هو فت اكتر من الاول يعني. رامي يمكن انت لعبت ورجعت بالسلامه واديت يعني فتره كويسه جدا، لكن كان عندك بعض الانتقادات اللي ممكن بحسها في بعض الماتشات اللي ليها علاقه بالانذارات او بقرارات الحكام، يعني انت اعتقد مباراه المقاولين كان بالنسبه لك علامه استفهام كبيره، لكن انا حابب اسمع التعليق منك. لا يعني ايمن عارف الناس كلها تقول لك الاهلي مع الحكام وبتاع، انما بالعكس لما بتنزل بتبقى الحكام حاطه في دماغها ان النادي الاهلي لازم تبقى يبقى اي حاجه. ايمن كان موجود في ماتش المقاولين ده، اساله اللعيبه كانت معانا عامله ازاي؟ بقول لك بيخشوا في وشنا ما بيحسبش حاجه، تيجي تلمس واحد فيهم يحسب فاول. طب ده مش غريب يا جدعان؟ فانت بتتضايق، انت كلاعب كوره يعني بتهمد ان رتم الماتش بيهدى، انت عايز تكسب لان انت كانت اقرب منافسيك كان المقاولين، كان المركز الثاني بعديك، ده فانت حقيقي. كنت لازم تكسب بالماتش ده. فانت بقى يعني انا شايف ان في معظم الناس بدات تتكلم ان انا رامي يستحق الطرد. طيب ماشي استحق الطرد، ان انا اتعصبت في شوط الكوره، طب ما ده طبيعي ان انا اشوط الكوره، ماشي ممكن ابقى انا غلطان في الحته دي، بس تمام طب انتوا ما اتكلمتوش على الانذار الاولاني ليه؟ يعني تمام انا ماشي، طب دي انذار ماشي استحق الانذار فيها، انا موافقكم وكلكم كلامكم صح وعلى عيني وعلى راسي، ان انا فعلا اتعصبت لان انا مش عايز الاهلي يخسر، فانا اتعصبت ان عمال يحسب فاولات بتقرب الفرقه اللي قدامك بتقربهم للجون، تمام فلو اي فاول من الفاولات ده جه هيقول لك مين السبب؟ رامي. طبعا طب ليه؟ فانا بتعصب، يعني مش بتعصب ان انا عايز اتعصب، بتعصب عشان مش عايز اخسر. ده حقيقي. فهو الناس كلها اتكلمت قال لك ايه؟ رامي يستحق الانذار الثاني، فعلا باين اول انذار الثاني ان هو اتعصب، والحكم فعلا قراره صح، الحكم قراره صح وانا موافق الحكم، طب ما حدش ليه اتكلم على الانذار الاولاني؟ هو طردني مباشر ولا اداني انذارين؟ صح فالناس ده يعني حقيقي. بتحس ان هي في بعض الاوقات بتبقى مش في عايزه ناس تشوف الحقيقه بتتصيد كامله، ده.
ما بتشوف مش عايزه تشوف الحقيقه كامله، فاهم؟ يعني انتوا اتكلمتوا ان رامي يستحق الانذار، انا بقول لك اهو، انا دلوقتي انا استحق الانذار الثاني، لان انا اتعصبت نتيجه ان انا مش عايز الاهلي يخسر. فطب وكله قال لك طرد، طب والانذار الاولاني محدش اتكلم عليه ليه يا جماعه؟ ما هو مش انذار اصلا، انت لو عيدت الكوره مليون مره في الاثنين بقى كمان، مش هقول لك في الواحده بقى كمان اللي انا اتعصبت فيها، في الاثنين ما لمستوش اصلا، ما لمستوش. فانت كلاعب كوره ده شغلك، فانت بتبقى الناس شايفه ان انت بتتعصب. بص اللعيب ده عصب ازاي؟ طب ما انا بتعصب عشان فرقتي مش عايزه تخسر، هو انا بتعصب عشان عصبي؟ انا بتعصب عشان الفاولات. يعني انت شفت الفاول اللي انا خدت فيه الانذار الاولاني اللي محدش اتكلم عنه؟ لو شفت الفاول منين اسال ايمن، خطوتين ويبقى ضربه جزاء. طب ده لو جه جون هيقول لك ايه؟ بص رامي بيعمل فاول فين؟ صح. طب ما انا يا جماعه بعمل فاول عشان هو انا بمزاجي اعمل فاول؟ ما هو الحكم هو اللي جايبه عليا، طب انا مالي؟ صح. فالناس ما بتفهمش الكلام ده، انت في الملعب بقى بتبقى شايل هم ان انت مش عايز ان فرقتك تخسر، وشايل هم مش عايز غلط يجي من ناحيتك، وايمن عارف الكلام ده طبعا. احنا بنبقى علينا ضغط ابن لذينه، لان انت بتبقى عايز تطلع بشكلك حلو للنادي الاهلي وشكل يليق للنادي الاهلي، فانت كميه الضغط اللي عليك لما بتنفجر فطبيعي انك تتعصب. انت بتشوف اللعيبه بره عامله ازاي، بتطلع زق الحكم وعامله طبيعي. انا مش بقول لك انا هعمل كده، انا من نفسي قلت لك انا استحق الانذار الثاني. طب والانذار الاولاني تمام، مين يستحقه؟ ما اتكلمتوش فيه ليه طيب؟ بس الناس يا عيني ربنا، ده الكلام ده خلي بالك مع في الاستوديوهات بيسخن الناس اكتر، ده حقيقي. فده غلط يا جماعه، احنا المفروض نساعد بعض، انتوا بتساعدونا مش بتخلصوا علينا. صح. يعني الكلام ده المفروض يبقى تقوله، يا تقوله بشكل موضوعي. وفي انا بقول لك اهو صح، يعني انا بقول لك بحل نفسي، انا بقول لك اهو انا الانذار الثاني استحقه. اعتراض مش اعتراض، متعصب مش متعصب، استحق الانذار الثاني. طب والاولاني؟ طب انا مين يستحقه طيب؟ فلا يعني رغم انا حبيت اسالك واعرف منك علشان خاطر يمكن كان نقطه مهمه جدا انا حاسس بيها فيك، وحسيت ان انت كمان عايز تعلق عليها. لكن انا عايز اسالك سؤال ليه علاقه بايمن اشرف. تحب ايمن اشرف يبقى على شمالك ولا على يمينك؟ يعني في الباك ليفت ولا مساك جنبك؟ بصراحه يعني ايمن لما بيلعب جنبي مساك ما بتحسش ان هو في حاجه ناقصه، يعني بتحس التغطيات اللي هو بتستلم المساك بيعملها بامانه. الجامبات مثلا لو بينط جامب مع ان هو قصير بيجيبها. لما مثلا لعب باك ليفت مثلا في ماتش السودان، انت شايف ماتش السودان كان عامله ازاي؟ ده حقيقي. هجوم ودفاع والله، يعني ما شاء الله عليه. ده في كوره احنا بنقعد نتريق عليها لو ايمن فاكر، دخل في الاعلانات طلع الناحيه الثانيه، احنا كلنا افتكرناها يموت والله. احنا في الملعب قعدنا نضحك عليها. يعني انت عارف بيجري بيجري خبط في الاعلانات، خرم الاعلانات طلع من الناحيه الثانيه. لا بس بسم الله ما شاء الله، قلب السلامه. ايوه فاحنا كلنا في الملعب. انا ما لبستش في حديد، انا لبست في حديد. ايوه لو كان في حديد كان مات فيها. ده انت كنت بعز ما فيك بتجري. فاحنا كلنا يعني انا بقول لك من وسط ما احنا مشدودين بتبقى في حاجات حلوه بنحاول نهون علينا نفسنا. الناس مش متخيله كميه الضغط اللي علينا، فانت طبيعي انك بتتعصب بتعمل. فيعني اتمنى التوفيق طبعا لايمن. ايمن يعني في اي مكان، حتى في المنتخب في البطوله الاخيره لما لعب باك ليفت يعني كان ماشي كويس، مش شايف ان هو ما عملش يعني غلطات ولا عمل حاجات. فاتمنى له التوفيق ايا كان مساك او باك ليفت. يعني دي مش بتبقى رغبه اللاعب، هو على حسب المدرب هو شايفه ايه، فاهم؟ يعني المدرب عايز يخليه مساك ما براحته، فاهم؟ مش بمزاج اللعيب. يعني اللعيب اهم حاجه يبقى موجود في الملعب مش فريق له بقى. رغم يمكن لو تم استكمال النشاط ان شاء الله وكل حاجه رجعت على خير، وانتوا عندكم قبل نهائي دوري الابطال قدام الوداد، الزمالك عنده قدام رجاء، شايف النهائي يعني رامي ربيعه بيفضل ان هو يواجه مين في النهائي؟ هل الرجاء المغربي؟ هل الزمالك؟ مش هجاوب يعني كلام دبلوماسي، بس انت عارف النادي الاهلي بيفكر ماتش بماتش. يعني انت لو فكرت في رقم اثنين مش هتركز في ماتش رقم واحد، فانت مش هتخسر. فاحنا بنركز في رقم واحد عشان تخلص منها، فاهم؟ يعني تخلص من الوداد الاول، بعد كده تشوف بقى. يعني كل ماتش ليه طريقته وليه اللعيبه اللي تلعب وال11 اللي يبداوا، في حاجات بتتغير كتير. بس يا رامي ساعات اللاعب بيكون ليه تمنيات، ليه امنيات. هل انت تحب ان الزمالك يكون موجود علشان خاطر يبقى نهائي مصري خالص، تبقى لاول مره في تاريخ دوري الابطال؟ يعني انا لو انت بتسالني اعلى امنيات طبعا الزمالك يبقى موجود. بتبقى منافسه حلوه ومنافسه جميله، لان الزمالك طبعا فريق قوي ومنافس لينا. وطبعا كان ماتش السوبر برده كان زي ما انت شايف كان برده كان كويس. فانا حابب طبعا لو نوصل للنهائي نوصل مع الزمالك يعني.
طيب عايز اسالك عن يعني انت عارف ان في بعض الاصابات الفتره الاخيره يعني متمثله في قلب الدفاع، يعني الاصابات مركزه معاكم شويه بس في مركز قلب الدفاع معظم المساكين بيتصابوا، وانت واحد من المساكين اللي كان يعني بعاد شويه عن الملاعب لكن الحمد لله رجعت تاني بالسلامه. الناس بتتكلم وتقول يعني ايه السبب؟ هل الملعب هو السبب؟ هل الجهاز الطبي هو السبب؟ هل الاحمال الزايده وتغير مدربين الاحمال السبب؟ يا ترى ايه السبب يا رامي؟ لا، السبب هي الاصابه بتاعت ربنا، بس في نفس الوقت انا بقول لك ان ما كانش فيه عدد راحات كتيره السنوات اللي فاتت. يعني ايمن اكتر واحد برضه حاسس بالموضوع ده، يعني اكتر واحد متهيألي لعب في الفتره اللي فاتت ايمن، لان كان بيلحم المواسم ببعض، اساله هو ممكن يبقى عنده حمل عضلي مش طبيعي مع ماتشات مع تواصل، يدخل الموسم ده يخرج في الموسم ده، يدخل كاس يخش دوري يروح المنتخب انت فاهم، فمجهود بيبقى كبير جدا. وانت في الملعب يعني الناس فاهمه الدفاع اكتر، الناس بتجري الدفاع ونص الملعب او يعني الدفاع ككل اللي هو الباكات كمان، فانت بتجري كتير قوي، كميات جري مش طبيعيه، فمن وكم راحات كبيره ومفيش يعني طبيعي على الاقل يوم اتنين راحه، فانت ما فيش بتلحم المواسم ببعض. فالنقطه دي غلط جدا، يعني انت بتشوف انت الدوريات كلها بتخلص كل واحد ليه وقت معين للراحه، بيعرف يرجع فيه، بياخد وقته مع اهله، بيبقى بيصفي ذهنه، فالحاجات دي مطلوبه. يعني الحاجات دي انا شايفها 100% دي سبب اصابات كتيره، مش شرط هي ممكن تكون النصيب بقى في انها جت في قلب الدفاع، انما ممكن تقلب الدنيا كلها في المراكز كلها يعني. بس فالراحه مهمه يعني. رامي بشكرك على وجودك معايا حبيبي، وبتمنى لك التوفيق يا رب دايما. كابتن رامي ربيعة نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر.